السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على المحددات. مبدئيا كده، لو أنت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ولو مش فاهم أي جزئية معينة ممكن تكتبها في التعليقات، أو عندك سؤال معين تكتبه وإن شاء الله هنجاوب عليه. هنتكلم النهاردة عن المحددات. الفرقة الأولى التعليم الجامعي، ان شاء الله هنتكلم عن المحددات وشرح ان شاء الله ربي يعجبكم. المحددات ازاي اقول، يعني عندي محدد 1 2 4 و8، محدد زي اللي احنا شايفينه ده، اقول عليه محدد. ايه اللي يجبرني ان انا اقول عليه محدد، او ايه الشرط بتاع المحدد؟ لازم يكون عدد الأعمدة بيساوي عدد الصفوف، وده اللي بيميز المحدد عن المصفوفة. المصفوفة قد تكون مستطيلة، لكن هنا المحدد لازم يكون واخد شكل المربع. عدد الأعمدة بيساوي عدد الصفوف، عندي مثلا يبقى واخد شكل المربع. والصف بقول عليه R، والعمود بقول عليه C. يعني مثلا عند الصف ده R1، ده الصف الأول، ده الصف الثاني R2، ده الصف الثالث R3، ده العمود الأول C1 والعمود الثاني C2 والثالث C3. يبقى اللي بيميز المحدد إنه واخد شكل المربع، أي عدد الأعمدة بيساوي عدد الصفوف. طيب، أول نوع من المحددات عندنا هو المحدد من الرتبة الثانية. المحدد من الرتبة التانية يعني ايه؟ يعني عدد الأعمدة عندي عمودين 2 وصفين، ده محدد من الرتبة التانية. 2 في 2 عدد الأعمدة بيساوي عدد الصفوف. طيب، عندنا محدد بيقول دلتا بتساوي المحدد A11 A12 A21 A22. يعني ايه الكلام ده؟ يعني A11 يعني ايه؟ يعني موقع العنصر ده فين بالظبط في المحدد. A11 يعني العنصر ده بيقع في الصف الاول العمود الاول، الصف الاول العمود الاول. اذا الرقم الاولاني ده بيدل على الصف، رقم الصف، وده رقم العمود، والتاني رقم العمود. A12 يعني العنصر ده بيقع في الصف الاول العمود التاني. A21 العنصر ده بيقع في الصف الثاني العمود الأول. A22 العنصر ده بيقع في الصف الثاني العمود الثاني. يبقى الرقم الأولاني بيدل على رقم الصف، والثاني بيدل على رقم العمود. طيب، عايزين نجيب قيمة المحدد ده. المحدد ده من الرتبة الثانية، عايزين نجيب قيمته. هنقول دلتا هتساوي، هنقول حاصل ضرب القطر الرئيسي اللي هو A11 في A22 ناقص حاصل ضرب القطر الفرعي اللي هو ده. يبقى A11 في A22 ناقص A12 في A21 زي ما احنا شايفين. هناخد مثال تطبيقي على الكلام ده. ده القاعدة، دي القاعدة بتاعتنا. هنطبق بقى وناخد مثال بالأعداد اللي هتجيلنا في الامتحان. يعني مثلا عندنا دلتا 1 محدد اهوت من الرتبة التانية، عايز اجيب قيمته. هقول فين القطر الرئيسي؟ ادي القطر الرئيسي، القطر الرئيسي يبقى 1 في 4 ب4 ناقص القطر الفرعي اللي هو كام؟ 2 في 3 ب6. 4 ناقص 6 تبقى -2، دي قيمة المحدد. عندنا هنا دلتا 2 أو محدد تاني اهوت، يقول لي كوزين اكس وساين اكس، وهنا كوزين اكس وهنا سالب ساين اكس. محدد اهوت هنجيب قيمته ازاي؟ برضو القطر الرئيسي حاصل ضرب القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي. القطر الرئيسي هنضرب كوزين اكس في كوزين اكس بكوزين تربيع اكس، زائد ساين في ساين
احنا قلنا ناقص القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي، يبقى انا عندي ناقص في الناقص ديت، يبقى هتتحول لموجب، هتتحول لموجب عشان عندي ناقص هنا اهيت في المسألة، زائد الناقص بتاع القانون. يبقى ساين في ساين، يبقى ساين تربيع اكس. يبقى خدنا ان عارفين طبعا ان كوزين تربيع في الساين تربيع بواحد، كوزين زائد ساين بواحد. دلتا تلاتة او المحدد التاني بيقول لي اتنين واربعة وخمسة وتمانية، هجيب قيمته ازاي؟ القطر الرئيسي اتنين في تمانية بستاشر ناقص الخمسة في اربعة بعشرين تديني سالب اربعة قيمة المحدد. مديلي نوع تاني من المسائل اهوت، بيقول لي اوجد قيمة اكس، يعني مديني عنصر داخل المحدد مجهول ومديني قيمة المحدد، وانا عايزني اجيب العنصر اللي داخل المحدد ده. عادي هفك المحدد، عادي جدا هفك المحدد واساوي بالقيمة اللي هو مديهالي اللي هي زيرو. هنفك، يبقى اكس في اكس ناقص اتنين ناقص القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي، القطر الفرعي تلاتة في واحد، يبقى ناقص تلاتة، تلاتة في واحد بتلاتة بتساوي زيرو اللي هو قيمة المحدد اللي هو مديهالي. يبقى هنقول ندخل الاكس دي على القوس، يبقى اكس في اكس بإكس تربيع ناقص اتنين اكس ناقص تلاتة، الكلام ده بيساوي زيرو. هنحلل فرق بين مربعين، يبقى اكس نفتح قوسين اكس واكس سالب وموجب، ويبقى الكام في كام يدينا تلاتة، هتبقى تلاتة في واحد، تلاتة في واحد. طب نعرف ازاي ان احنا صح؟ لو عملنا كده، دول تلاتة اكس حصل ضرب طرفين في وسطين، دول تلاتة اكس ودول سالب تلاتة اكس، اسف سالب تلاتة اكس ودول اكس، سالب تلاتة اكس واكس نجمعهم مع بعض هيدونا سالب اتنين اكس اللي هو الحد الاوسط. يبقى انا كده ماشي صح، يبقى انا كده ماشي صح. هاخد الكوس الاولاني ده واساويه بصفر، يبقى اكس ناقص تلاتة بيساوي صفر، هيدينا ان الاكس بتساوي تلاتة. هناخد الكوس التاني ونساويه بصفر، يبقى اكس زائد واحد بتساوي زيرو، اذا الاكس هتساوي، اذا الاكس هتساوي واحد، الاكس هتساوي سالب واحد. هنودي الواحد هناك بإشارة مخالفة، يبقى الاكس هتساوي سالب واحد. عندنا مسألة برضو زيها، الدلتا بيقول لي بكي وكي تلاتة كي وتسعة، برضو الكلام ده مديهولي ان الدلتا بتساوي صفر، يعني المحدد قيمته بصفر، عايزين اوجد قيمة ك. ازاي؟ هنقول ك حاصل ضرب القطر الرئيسي اللي هو تسعة ك ناقص تلاتة ك تربيع اللي هو القطر الفرعي. يبقى هناخد الكلام ده ونقول تسعة ك ناقص تلاتة ك تربيع بتساوي زيرو. هناخد عامل مشترك تلاتة ك، هناخد عامل مشترك تلاتة ك، هيبقى معايا نقول تسعة كي على تلاتة كي هيديني تلاتة ناقص تلاتة كي تربيع على تلاتة كي هيديني كي بتساوي زيرو. اما التلاتة كي بزيرو يبقى الكي هتساوي زيرو، او تلاتة ناقص كي هتساوي زيرو، هنساويها بالزيرو، هيتطلع ان الكي بتلاتة، يبقى الكي يا اما بزيرو يا اما الكي بتلاتة. عندي نوعية تانية من المسائل هي بيقول لي حل المعادلات باستخدام طريقة كرامر، باستخدام طريقة كرامر، اديني a واحد x زائد b واحد y بتساوي c واحد، a اتنين x زائد b تو y بتساوي c تو. الحل هنعمل ايه؟ هنجيب عشان نحل المعادلات هنجيب تلات محددات، معادلتين اهمت هنجيب عليهم ثلاث محددات، محدد هنسميه دلتا، ومحدد تاني هنسميه دلتا اكس، ومحدد تالت هنسميه دلتا واي. نجيب دلتا ازاي؟ دلتا هتساوي، هنكتب في الدلتا ايه؟
معامل الاكس ومعاملات الواي. معاملات الاكس ومعاملات الواي. معاملات الاكس عندي a واحد و a اتنين اللي هما قبل الاكس. معاملات الواي اهي b واحد و b اتنين. طيب عايزين نجيب بقى الدلتا اكس. دلتا اكس ازاي؟ ادام نطقنا كلمة اكس يبقى احنا هنشيل معاملات الاكس وندخل مكانها الحدود المطلقة. يعني هنكتب هنا مكان معاملات الاكس اللي هي دي، هنكتب مكانها الحدود المطلقة اللي هي سي واحد وسي اتنين، هندخله مكان الاكس، مكان معاملات الاكس. وهنا هنكتب معاملات الواي زي ما هي اللي هي بي واحد وبي اتنين، بي واحد وبي اتنين. هنجيب دلتا واي ازاي؟ احنا مش نطقنا الواي، قلنا دلتا واي خلاص، هنشيل معاملات الواي اهي وندخل مكانها الحدود المطلقة. يبقى ايه واحد و اتنين، معاملات الاكس تنزل زي ما هي، هنشيل معاملات الواي ونجيب مكان الحدود المطلقة اللي هي سي واحد وسي اتنين. طيب عايزين نجيب بقى الاكس، عايزين نجيب قيمة الاكس، هتساوي دلتا اكس على دلتا، دلتا اكس على دلتا. وعايزين نجيب الواي، دلتا واي على دلتا. طيب احنا عايزين ناخد دي القاعدة بتاعتنا، احنا عايزين ناخد مثال بقى ونطبق ونشوف هنحل ازاي. مثال عندنا هوت، مديني معادلتين اكس زائد واي بتساوي خمسة واتنين اكس ناقص واي بتساوي واحد. الحل هنقول دلتا اول محدد معانا هنحط معاملات الاكس زي ما هي يبقى واحد واتنين، ومعاملات الواي تنزل برضو يبقى واحد وسالب واحد. هنفك المحدد ده ونطلع له قيمته عن طريق ان احنا هنقول حاصل ضرب القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي. القطر الرئيسي بواحد في سالب واحد تبقى سالب واحد، واحد في اتنين يبقى ناقص اتنين بتساوي سالب تلاتة. عايزين نجيب دلتا اكس. دلتا اكس شوف نطقنا كلمة نطقنا اكس، يبقى احنا هنروح على معاملات الاكس هنشيلها وندخل بدلها الحدود المطلقة. الحدود المطلقة اللي هي خمسة وواحد، يبقى خمسة وواحد. وهننزل معاملات الواي زي ما هي، معاملات الواي اللي هي واحد وسالب واحد. نفك المحدد تبقى بتساوي خمسة في سالب واحد بسالب خمسة ناقص واحد في واحد بواحد، هتدينا ستة، هتدينا سالب ستة. سالب خمسة وسالب واحد يبقى ستة، سالب ستة. دلتا واي، دلتا واي هنجيب دلتا واي ازاي؟ هنشيل لما قلنا واي يبقى هنشيل معاملات الواي وندخل بدلها الحدود المطلقة، وننزل الاكس، ننزل معاملات الاكس زي ما هي يبقى واحد واتنين، وندخل الحدود المطلقة يبقى خمسة وواحد. ونفك المحدد عادي تبقى واحد ناقص واحد في واحد بواحد ناقص خمسة، اتنين في خمسة بعشرة، يبقى واحد ناقص عشرة يبقى سالب تسعة لقيمة المحدد. احنا عايزين نجيب بقى عشان نحل المعادلات عايزين نجيب قيمة الاكس، قيمة الاكس وقيمة الواي، قيمة الاكس وقيمة الواي. لما نجيب قيمة الاكس وقيمة الواي يبقى كده المعادلة انحلت. طيب احنا عايزين نجيب قيمة الاكس، هنقول دلتا اكس على دلتا واي. دلتا اكس عندي احنا جبناها بسالب ستة على دلتا واي سالب تلاتة، يبقى دلتا اكس هتساوي سالب ستة على سالب تلاتة تبقى باتنين. والواي هتساوي دلتا واي على دلتا، يبقى هتساوي سالب تسعة على سالب تلاتة بتساوي تلاتة. سالب تسعة اهي على الدلتا اللي هي سالب تلاتة يبقى هتساوي تلاتة، السالب مع السالب وتسعة على تلاتة فيها التلاتة. احنا كده خلصنا المحددات من الرتبة التانية، هنخش بقى على المحددات من الرتبة التالتة، ودي اللي فيها شغل. محددات من الرتبة التالتة، يعني مثلا عندي محدد بيقول لي A بتساوي المحدد A واحد و B واحد C واحد اتنين B اتنين C اتنين A تلاتة B تلاتة C تلاتة. عندي كم طريقة، كذا طريقة ان انا احل بيها محدد من الرتبة التالتة. اول طريقة معانا هي طريقة الفك او طريقة لابلاس، بسميها طريقة الفك أو طريقة لابلاس. والطريقة دي لازم أكون عارف قاعدة مهمة جدا فيها اللي هي اسمها قاعدة الإشارات. قاعدة الإشارات
بتقول لي ان لازم اول عنصر يكون موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب. المهم بدأت بموجب بعد منها سالب بعد منها موجب، ما ينفعش موجب وموجب يتقابلوا، ما ينفعش موجب وموجب، يعني هنا سالب هنا سالب، موجب سالب موجب سالب، ما ينفعش موجب وموجب ورا بعض، ما ينفعش سالب وسالب ورا بعض. القاعدة بتقول لي كده. يعني مثلا هنطبق على المحدد ده كده، لو هنشتغل على الصف الأولاني هنقول موجب سالب موجب، الصف اللي بعده لو هنشتغل على الصف اللي بعده يبقى نقول سالب موجب سالب، هنشتغل على الصف اللي بعده يبقى نقول موجب سالب موجب، وهكذا في المحددات ذات الرتبة الأعلى. هنفك المحدد ده زي ما احنا قلنا، هنتبع قاعدة الإشارات. احنا هنمسك مثلا هنفك عن طريق الصف ده الأولاني، يبقى هنقول ايه واحد، وهنفتح محدد، هناخد ال ايه واحد العنصر الأولاني هنشطب صفه وعموده، صفه وعموده يبقى ايه واحد، وهنفتح ونكتب بي اتنين وسي اتنين بي تلاتة سي تلاتة، هيبقى لي محددة صغيرة أكتبها ناقص ال ايه اتنين اللي هو المحدد التاني إشارته سالبة، يبقى أقول ناقص ال ايه اتنين وافتح محدد برضو احذف صفه وعموده، هيبقى لي بي واحد سي واحد بي تلاتة سي تلاتة، اقوم كاتبهم ايه تلاتة اللي هو المحدد العنصر الاخير في الصف، احذف صفه وعموده، صفه وعموده، واكتب المحددة الباقية الصغيرة زي ما احنا شايفين. وهنفك بقى كل محدد من دول، بقت محددات هيت من الرتبة التانية، محددات من الرتبة التانية هنفكها مع بعض ازاي. هنقول ال A واحد بتساوي ال B اتنين في C تلاتة ناقص القطر الفرعي، يبقى القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي، القطر الفرعي B تلاتة C اتنين ناقص A اتنين B واحد C تلاتة ناقص B تلاتة C واحد، وهكذا هنفك جميع المحددات. طيب عشان الوقت بتاعنا هناخد مثال بالأرقام على المحدد ده كده، على الطريقة دي طريقة لابلاس أو طريقة الفك. عندي محدد اهوت بيقول لي واحد خمسة تسعة زيرو أربعة سبعة سالب واحد ستة حداشر. هفك المحدد ده ازاي؟ هقول له دلتا بتساوي الواحد، هناخد أول هشتغل على الصف الأولاني، أنا بشتغل بالصف الأولاني عادي، انت ممكن تشتغل بالصف التاني وتشتغل بالصف التالت، اشتغل بالعمود الاول اشتغل بالعمود التاني اشتغل بالعمود التالت، اي صف او اي عمود يعجبك اشتغل بيه، بس راعي قاعدة الاشارات اللي احنا قلناها، قاعدة الاشارات. فهتشتغل بالصف التاني يبقى دي تبقى سالب ودي موجب ودي سالب، ولو هتشتغل بالصف التالت يبقى دي موجب سالب موجب، وهكذا راعي قاعدة الاشارات دايما. احنا هنشتغل بالصف الاولاني، ودايما ركز على الصف اللي فيه اصفار هيسهل معاك الحل جدا. الصف الاولاني فيه صفر فاحنا هنشتغل بالصف الاولاني، يبقى واحد فيه هناخد العنصر واحد هنحسب صفه وعموده ونكتب المحددة الباقية اللي هي اربعة وسبعة ستة وحداشر ناقص صفر فيه احسب صفه وعموده هيبقى خمسة وتسعة وستة وحداشر زائد سالب واحد. طب ليه سالب؟ هو العنصر اصلا سالب واحد لكن الاشارة بتاعتنا موجب، يبقى زائد سالب واحد في خمسة وتسعة واربعة وسبعة، طبعا ده صفر، صفر في اي حاجة بصفر، فبالتالي خلصنا من المحدد ده. هننزل بقى على المحدد التاني اللي هو واحد اربعة في حداشر تبقى باربعة واربعين ناقص ستة في سبعة باتنين واربعين زائد سالب واحد اللي هو ده خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين زائد أربعة في تسعة بستة وتلاتين هيساوي معانا، هنطلع الناتج أربعة واربعين ناقص اتنين واربعين في واحد هيديني اتنين زائد الكلام ده هيديني سالب واحد في السالب واحد اللي بره
هيبقى معانا واحد، يبقى واحد زائد اتنين تبقى تلاتة، قيمة المحدد بتلاتة. الطريقة التانية لطريقة عشان نفك محدد من الرتبة التالتة هي طريقة سارس، طريقة سارس أو طريقة الأقطار. لو عندنا محدد اهو زي ده كده، A واحد و B واحد سي واحد، A اتنين B اتنين سي اتنين، A تلاتة B تلاتة سي تلاتة. هعمل ايه؟ هاخد أول عمودين وأكررهم على يمين المحدد، أكررهم على يمين المحدد أهو زي ما احنا شايفين. المحدد بتاعنا اهوت، كررنا أول عمودين دول على يمين المحدد، هيطلع معايا أقطار زي ما احنا شايفين، أقطار رئيسية اللي هي بالرصاص وأقطار فرعية. يبقى الدلتا، وعندنا الدلتا في الحالة دي هتساوي مجموع حاصل ضرب أعداد القطر الرئيسي ناقص مجموع حاصل ضرب أعداد القطر الفرعي. يبقى الدلتا هتساوي هضرب الأقطار بتاع الأعداد بتاع القطر الرئيسي، يبقى A واحد في B في B اتنين في C تلاتة زائد A اتنين B تلاتة C واحد زائد A تلاتة B واحد C اتنين ناقص القطر الفرعي.